اللي بيمر في صلاح سالم وبالتأكيد هيشوف كل الأضواء اللي خارجة من محكى القلعة. امبارح في مهرجان محكى القلعة كان فيه حفلات مهمة جدا، كان منها حفلة المطربة مي كمال بنت الفنانة عفاف راضي، كان فيه أيضا حفلة للمطرب أحمد جمال اللي قدم فيها مجموعة من الأغاني الوطنية اللي تفاعل معاها الجمهور بشكل كبير، وكان فيه أيضا حفلة لفريق بغدادي بيك باند بقيادة المايسترو الدكتور مجدي بغدادي. خلينا نشوف. موسيقى شرقية وطربية وغربية وتفاعل كبير من الجمهور، ده كان حال مسرح محكى القلعة في اليوم السادس من فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء. كان في ثلاث حفلات متتالية بتقام على المسرح ضمن الدورة الثلاثين من المهرجان. بنت الشلبية عيونها لوزية، حبك من قلبي يا قلبي وانت عيني، حبك من قلبي يا قلبي وانت عيني. الحفلة الأولى بدأت الساعة 8 مساء مع الفنانة مي كمال وفرقتها الموسيقية، وقدمت مجموعة متنوعة من الأغنيات. الحمد لله معنا فرق النهاردة بغداديز بيك باند وأحمد جمال، وانا كلنا متحمسين جدا جدا لسمع الجمهور حاجات جديده وحاجات تتبسطوا بيها. القلعه مختلف عن اي مهرجان تاني، يعني عشان اجواءه جميله والهواء والصيف والناس كلها جايه تتفاعل وتتبسط، ودايما جمهور القلعه جمهور مختلف، فعشان كده متحمسه جدا النهارده. المهرجان جميل جدا، والفنانه مي غنت اغاني جميله بنت الفنانه عفاف راجي، وكل سنه وانتم طيبين والمهرجان حلو جدا. الشوارع والبيوت ناس الملاكح مالهمش صوت، وكم سؤال من غير جواب مقفول عليهم ألف باب، وأنا تايهة أنا وسط الزحمة بريحت أنا كل الحلول، ومشيت في مليون اتجاه عقلي اكتشف الحفل الثاني كان مع فريق بغدادي بيك باند بقيادة المايسترو الدكتور مجدي بغدادي، وقدم مجموعة من أشهر مؤلفات الجاز العالمية بالإضافة إلى مختارات من ألحان الموسيقى العربية اللي أعيد صياغتها في قالب موسيقى الجاز. أهمية المهرجان للذوق المصري، لأنه إحنا خلاص بقينا بيجيلنا من كل حتة حاجة غريبة جدا، فلازم الناس الطيبة الحلوة دي اللي ما تقدرش تروح للأوبرا تسمع وتدفع فلوس كتيره جدا عشان تحضر وتشوف فن راقي، فبتيجي هنا. اذا البرنامج ده مهم جدا جدا لتوعيه وثقافه وتنقيه واذان المجتمع المصري اللي هو بيصدر له حاجات، هو جاي برجليه للحاجات دي دلوقتي مش مصدره له، فهو جاي عشان خاطر يسمع الذوق والفن المحترم اللي هو شافه النهارده على مدار المهرجان. طبعا انا مبسوط جدا طبعا بالمهرجان ده، والمهرجان ده من المهرجانات القريبه على قلبي جدا، لاني لما باجي هنا بلاقي الفئات فعلا اللي هي بتفرح من قلبها، اللي هي فعلا مستنيه حاجه تفرحها. أما الحفلة الأخيرة فكانت مع الفنان أحمد جمال وفرقته الغنائية، واللي شهدت إقبال كبير من الجمهور وقدم مجموعة من أشهر أغانيه واللي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير. مهرجان أجواء ولا أروع من كده، تنظيم الحقيقة
استمرارية المهرجان كمان دي تأكيد على نجاحه الجماهيرية الكبير اللي بنشوفها كل سنة. فهي الحقيقة فرصة انه بقابل كمان الجمهور بكل فئاته، يعني هي الحفلة الميزة فيها ان هي في متناول الجميع، فعائلات شباب في كل الناس، فالمهرجان مميز قوي. الروح اللي مديها القلعة أو إن هو مكان أثري كبير له ثقل ومكان قديم مدي أجواء مختلفة تماماً عن أي حفلة تانية. الحالة على بعضها كلها مود مختلف تماماً عن أي حاجة تانية بنعملها. مهرجان محكة القلعة الحقيقة إنه متصدر يعني مواقع التواصل الاجتماعي وكل الناس بتتحدث عنه. احنا بنتكلم عن 16 حفلة صحيح. مفتوحين للجمهور. التذكرة تقريبا سعرها 20 جنيه، بتروح لحد بوابة القلعة وبتحجز من هناك. الدخول بيبقى في حدود الساعة 4-5 والحفلة بتبتدي على الساعة 8، وزي ما حضراتكم شايفين يعني ليالي صيفية قوية داخل قلعة صلاح الدين. بنتكلم على حفلات لنجوم كبار صحيح. نجمة هاني شاكر، نادية مصطفى، زي ما شفنا حفلة أحمد جمال، كان في حنان ماضي، نسمه محبوب، لينيا شماميان، نجم كبير مدحت صالح، هشام عباس، يعني صحيح. كوكبه كبيره جدا من النجوم. حفل الختام هيكون مع الموسيقار الكبير عمر خيرت، فيعني كوكبه كبيره من النجوم. حفل الختام هيكون يوم 31، فاستمتعوا اعتقد النهارده او بكره برضه كمان يا سيدي. الصيفيه الغنائيه القويه دي، واحنا كمصريين نحب ده، وكمان في الفنانه الكبيره اللبنانيه نوال زغبي. ف يعني رفهوا كده على نفسكم اجازه الصيف، وكلنا نحب الاستمتاع بهذه الاجواء، لكن كمان لما بتكون في مكان اثري كبير زي قلعه صلاح الدين صحيح. الموضوع بيكون مبهر جدا صحيح. الحقيقه صحيح. كل الناس اللي راحت بتتحدث عن روعه وجمال المكان واستمتاعهم بالمكان. في اتوبيسات بتدخلك لحد مكان الحفله وترجعك بعد الحفله، فان شاء الله تروحوا وتستمتعوا بالحفلات اللي موجوده. نروح على اي حال، يعني اول مهرجان زي ما قالت هدير، المهرجان بيرفع يعني شعار الموسيقى للجميع، يعني اي حد ممكن يحضر اي حفله لاي نجم، والسعر زي ما احنا شايفين يعني لا يقارن باي حفله من الحفلات اللي سمعنا عنها. النهارده كمان هيكون الحفله للشيخ ياسين التهامي، فيعني والخميس نوال الزغبي، كل الناس انهم يروحوا ويستمتعوا صحيح. النهارده في مهرجان محكه القلعه.